السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معايا جديد في قناتي مطبخ عالم ام مسك كنتمنى الجوله حول اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه اليوم غنديروا لا طبخ لا كيتو ولا والو غنديروا جوله في السطح ان شاء الله وغنوريكم الاقتراح اللي وجدت اليوم في الغداء ان شاء الله عباره عن بروشيت ماشي ديال سير ديال الدجاج ديال ليكويس ديال الدجاج صدقوني كيجيو لذاذين بزاف على السدر جربوهم ديجا وجدتهم قبل بليله درت لهم ماريناد الملحه شويه البزار شويه السكينجبير ودرت معاهم عصره الحامض ماشي الحامض صراحه انا الحامض غالي درت معاهم الحامض ديال القلعة القرعه ودرت معاهم ماشي زعتر ماشي الزعتر وخليتهم في هاد لا ماريناد صدقوني كيجي ولاد وغنرافقهم بسلطه دابا غندير معكم واحد الجوله خفيفه ان شاء الله باش تشوفوا النباتات ديالي دي فين وصلات وتشوفوا معايا ديك الفلفله اللي غرسها الراجل ديالي فين وصلت خليكم معايا نبدا معكم الجوله بهاد النقيلات جداد اللي شباهم الزوج ديالي وان شاء الله دابا يدير في القناه ديالو كيفاش غيغرسهم غيحولهم من هاد المحبقات الصغار المحبقات كبار باذن الله عجبوني بزاف وكيبقاو منورين العام كامل كتموت وحده وتحيا وحده تموت وحده وتحيا وحده وتا النوع هذا ورا باقي كاين المزيد ودابا ان شاء الله غندوزو باش تشوفوا معانا الفلفله اللي زرع الزوج ديالي هي بدات كتعطي الثمار ديالها او الغلال ديالها اللي بغا شي حاجه مرحبا ولكن واش حابه ولا ماشي حابه العلم عند الله خصي تنجربها في شي طويج ان شاء الله في العيد ونرد عليكم الخبر وهنايا عندنا الدفله راه حتى هي نورات وهادو لي طوماط سوريس كما كتشوفوا اللي بغا الطوماط سوريس تجي راه غنبيع الوحده بالثمن الكيلو هذه راه بيو المهم هي الفلفلة هنا يا بنت ها هما واحد اخرين هادو كبروا هادو واجدين مرحبا بكم والله لا احساس جميل انك تصيب شي حاجة سواء بيدك سواء بيد راجلك او سواء بيد ولادك و... وتعطيت سيما ديالها بحال هكا كيعجبك الحال ها ما غا تشوفوا واحد الطوماط اللي بحال ديك النهار قلت لكم راه منتوج محلي هذا واحد المحبقه ضربته الشمس مزيان خصنا نبدلو من هاد البلاصه هانتوما ها غتشوفوا الطوماط ها هي ديك النار دس, دس بها شلاضة والنعناع وهاد أو الويضات هادو هاد لي غوز وباذن الله هاد الوردة هادي راها ورده, ورده, وردة من سبحان الله ملي غتفتح دابا نوريها ليكم إن شاء الله كيفاش كتولي يعني صدقوني أنا الواحد اللي عنده السطح ديالو علاش ما يديرش بحال هكا علاش لا خصوصا جاتنا مع هاد الازمه ديال كورونا الحمد لله فوجنا في السطح اللهم لك الحمد وهذا المحيبق هنا علقوا الزوج ديالي كيجي صراحه راه المنظر كيعطي زوين انا قلت لكم الواحد من من لا شيء يدير بزاف د الحوايج انتما كتشوفوا راه باقي عندنا السطح ما مصلوحش ولكن علاش لا نديروا فيه الورد نديروا فيه شي حاجه خضراء شي حاجه اللي تنفعنا وهاد النوع ديال لا بلونت كيسميوها كي ودنن ودل الفيل وهذه هنايا قاس هذاك المرض سميت داك المرض اللي كيخص داك المرض اللي كياكل ديك الوضع اللي له المون راه كيداويها راجلي وان شاء الله ملي غتحيا دابا نوريها لكم هادو هنا ديك الفليفيله البحر اللي الخضره هادو هنايا باقي الله داو النويويره باقي ما عطاوش الغله ديالهم استسمح الفيديو طويل بزاف قلت نسرعو باش نوريكم الماكسيموم ها هما الوريدات الاخرين باش نوريكم الماكسيموم هذه يلا شريناها الفلفله الحاره حتى هي كما قلت لكم الفلفله الحاره شويه كتبقى غليظه وقصيصه ماشي بحال الاخرى وهنا هذه المشمشه الله تصدق يا ربي وناد نقيلات هنايا فين كيصايبو راجدي صغيورين دي صغير كيكبروا شويه عاد كيبدلو في بحال بحال ونكمل ونكملوا الجوله ديالنا هنا راه جديده مع الشمش بزاف منا واحد الباش من الفوق جا مع الطبله مع هذه باش يغطي علينا الشمس ودابا هو تبارك الله راه على نكمل صدقوني هاد لي بروشيت جربوهم وكان ساينكم تردوا عليا الخبر ان كيجيو ولداد وكيجيو فتيتين حتى طيب بالنسبه للدراري الصغار عندهم مذاق مغاير على الصدر ديال الدجاج انا هنا بديت نقلبهم بيديا وهما سخانين ما بانه هو راه كيستعمل واحد المنديل انا غنجي نزولو هنايا غيطيح لي ولكن الحمد لله عتقتو قبل ما يطيح اخواتي وهذا هو الشكل النهائي للغدا ديالنا اليوم اللي درنا في السطح ديال لي كويس ديال الدجاج مع سلطه مغربيه آه، كل شيء فيها خضر ما كاينش حاجه طيبه البابا محكوكه خضراء خيزو المكوه الفلفله مطيشه الخيار البصله كل شيء خضر باش نستافدوا من القيمه الغذائيه ديال الخضر لان ملي كطيب ولا كتصلح كتفقد القيمه الغذائيه ديالها ودرت معاهم هاد الزعلوك كما وريتكم ديك المره على طريقتي مع شويه الفريت البنات ومع ديك لاصوص اللي في الوسط راه صوص فينيغريت راه كتجي زوينه كتجي ثقيله ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم شكرا لوفائكم واللي عجبو الفيديو ما ينساش من لايك ومن التعليق واللي كيزور قناتي لاول مره فضلا وليس امرا ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس وشكرا لكم والى وصفه مقبله ان شاء الله على قناتي مطبخ عالم ام مسك